هذا بحق له يتدخل بيني وبين ابني، ولا حتى أنت يا حضرة الشرطة عم تفهم علي؟ سيدي صار لازم نتحرك. ديفيا أنا قلت بترجعك هالشي بيتعلق بحياة بيلو. ديفيا هو الخطر هلا، تريلوك ممكن يأذي. شبك ما عم تفهم؟ أنا فهمت تفكير تريلوك منيح، هو ما رح يجيبوشنا نحنا. أنت لازم تخليه يصدق إنه أنت عرضتي الكل وعرضتيني وجبتي ديفيا معك لهم، وإنه أنت وقفتي بوشي وبوش الشرطة وعرضتينا كلنا. ديفيا أنت ما رح تروحي لأي محل. ديفيا بترجاكي روحي وأنقذي لي ابني. كلياني لا يا ملهر. ديفيا لا يا ملهر. ديفيا. لا يا ملهر وقفي عندك. لا وقفي عندك عم لا يا ملهر.